نعود الآن إلى زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الصين، وأرحب من الجزائر العاصمة بالأستاذ نور الدين ختال. مرحبا بك أستاذ نور الدين. هذه الزيارة تستغرق 5 أيام، أول زيارة لرئيس الجمهورية الجزائرية إلى الصين منذ 2006، لكن هناك شراكة استراتيجية قائمة بين الجزائر والصين والعلاقات جيدة من حيث التبادل. ما هو الهدف الرئيسي من هذه الزيارة في نظرك؟ مرحبا بك سيدي الكريم، مرحبا بك، مرحبا بالمشاهدين الفاضل. بالنسبة للزيارة إلى الصين تدخل في إطار الشراكة بين الدولتين، على اعتبار أنه الصين هي أول شريك اقتصادي للجزائر، لهذا زيارة هذا البلد الذي هو صاحب ثاني أكبر اقتصاد في العالم يدخل في إطار التعاون في عدة مجالات. المجال الأول وهو مجال التجارة، المجال الثاني هو مجال نقل التكنولوجيا، المجال الثالث الذي هو مجال إنجاز البنى التحتية، على اعتبار أنه الصين دولة مهمة في إنجاز البنى التحتية في الجزائر. بالإضافة لهذا طلب الجزائر الانضمام إلى منظمة بريكس، والصين تعد أحد 5 أعضاء لهذه المنظمة. أيضا طلب الجزائر الانضمام إلى بنك التنمية الجديد، وهو بنك تابع لمنظمة بريكس وبنك كبير جدا يقوم بتمويل عدة مشاريع. أيضا الصين لديها مشاريع في الجزائر على غرار مطار ميناء الحمدانية، وأيضا ساهمت من قبل في إنجاز طريق سيار شرخان، وهناك مشاريع أخرى في مجال التعدين. أستاذ نور الدين، أنت أشرت إلى نقطة مهمة، اعتماد على الصين، على الخبرة الصينية في إرساء بنية تحتية. الجزائر بحاجة إليها في كثير من القطاعات، وطموح الانضمام إلى مجموعة البريكس، وتعلم أن الانضمام إلى مجموعة البريكس يقتضي مؤهلات اقتصادية معينة. هل يريد الرئيس عبد المجيد تبون أن يعتمد على الصين في دعم الطلب الجزائري، أم أنه سيكون على الجزائر أن تنتظر حتى إنجاز المستويات التأهيلية اللازمة للاقتصاد قبل أن تنضم للمجموعة؟ في اعتقادي أن مجموعة بريكس هي مجموعة تنسيق اقتصادي بين 5 دول لحد الآن، وهناك دول أخرى طلبت الانضمام. لهذا في اعتقادي أن الجزائر حاليا مؤهلة، لديها علاقات جيدة، حتى يعني الجزائر لا تعتمد فقط على الصين، أيضا لديها علاقات جيدة مع روسيا. قبل شهر الرئيس الجزائري كان في زيارة إلى روسيا، أيضا لديها علاقات جيدة مع البرازيل، مع جنوب أفريقيا ومع الهند. هذا في اعتقادي أن الجزائر لا تعول فقط على الصين، لأنه لديها علاقة جيدة مع الجميع. الصين يمكن المسألة تعتمد أكثر من علاقات جيدة، هناك مؤهلات ضروري توفرها. هل الجزائر جاهزة لاستيفاء المتطلبات للانضمام إلى هذا النادي؟ منذ سنتين الرئيس تبون يعمل على هذا الملف، يعمل على تجهيز الجزائر من أجل الانضمام. أكيد أنه منظمة بريكس لديها أو مجموعة بريكس لديها شروط، والجزائر أكيد جاهزة لذلك. الرئيس عبد المجيد تبون عمل على ذلك، وهذا أيضا داخل في إطار زيارة، يزار روسيا ويزار الصين من أجل التباحث حول هذه الشروط التي اقترحتها منظمة بريكس من أجل الانضمام إليها. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ نور الدين ختال من الجزائر العاصمة، شكرا لك.